الدوله دي جمهور الزمالك فاز 100% فيما يتعلق بالرقي اللي احنا بنتكلم عليه. فعايزين نتاكد. حميده مساء الانوار يا حميده. كابتن مدحت مساء الانوار، يعني علشان ادخل في الموضوع على طول، احنا دلوقتي واقف معانا الكابتن ابراهيم حسن بيتكلم معانا ومع بعض القنوات، فهحط الموبايل كده مع الكابتن ابراهيم وبيتكلم معانا كلنا وانتوا تسمعوا. حط بس قول له ولا حط لي جول بتكلم معاك فضائيات. رجعت الحرب بتلعب بقى الشك بقى اللعيبه خلاص ما مش في حالتهم خالص تماما، ومش دي مش دي مش ده مستوى الفريق خالص. حكم طرد حضرتك، حكم طرد حضرتك ليه يا كابتن ابراهيم؟ بواجه الناس في الملعب. هو في تركيز جامد جدا من قبل. في تركيز من مين يا كابتن؟ هل تركيز من مين؟ هل تركيز من الحكم؟ الحمله اللي اتعملت نجحت. طب الحمله اللي اتعملت ضد نادي الزمالك، حضرتك بتقول ان في حمله اتعملت ضد نادي الزمالك، هل حمله اتعملت عشان من الكلام بس؟ بالراحه حمله اتعملت عشان الحكام ينزلوا يشوفوا جول، يشوفوا بنالتي واحد بيلعب طايره بس كده. ان في جون اقل حقوق الانسان، جول يعني واحد قصاد جول. طب مين اللي عمل الحمله من وجهه نظرك؟ مين اللي عمل الحمله؟ انا عايز تحديدا مين اللي عمل الحمله؟ المنافس بتاع كل بيعمل حمله، ومين تاني؟ النادي الاهلي بيعمل حمله على الحكام عشان نادي الزمالك ما ياخدش البطوله. مين اللي بيعمل؟ الاسماعيلي زينا. الاسماعيلي لا حول له ولا قوه بره، عمال بيتظلم ويتضغط. انا يا حميده لو سمحت تقول له ان انت على الهوا. ما هو بيسجل. ان هو ما ينفعش. لا اصل واضح ان اللغه مش ناس على الهوا. لا بيسجل مع الكاميرات. يعني دي كاميرات؟ بكرر احنا اول دوري عن جداره، لان اللي يركب الدوري من اول ما من اول الدوري لحد اللحظه اللي احنا فيها دي اكيد، وفي الحروب اللي احنا تتعمل علينا دي، ده انجاز. انا شايف انجاز ان احنا على اول الدوري لحد دلوقتي في الظل اللي احنا بنشوفه ده. هل في تقصير من لاعبي الزمالك؟ هل في تقصير من لاعبي الزمالك النهارده؟ لا مش في حالتهم، اللعيبه كلها ما كانش في حالتها النهارده خالص. انما لو جون ده اتحسبوا البنالتي وبتاع كان ممكن. ما هي عامه الماتش بيتفتح وتلاقي اللعيبه دي بقى بيطيروا في الملعب، انما كلها طبقت على بعض. النهارده هو السبب الرئيسي وراء عدم حضور الزمالك في الحمله دي. مجلس الاداره موجود، واللي يقدر ياخد قرار النهارده اللي ياخد قرار في موضوع تقييمك ايه النهارده يا كابتن؟ هو مجلس الاداره تقييمك ايه النهارده؟ الكابتن مدح حضرتك سمعت الساده المشاهدين كلام الكابتن ابراهيم بعد انتهاء المباراه، وهو كان بيتكلم في نقطه ان يعني ان فعلا ممكن يعني لو قدر ان هو يطلب حكام اجانب لو تصل للنقطه دي، لانه شايف ان مستوى التحكيم المصري فيه مشكله شويه. دي وجهه نظره، وانا بحاول برضو اوصل اتوبيس فريق المقاصه، ويمكن لسه الكابتن طارق يحيى لسه ما اعتقد. طيب لا احنا كلمنا خلاص الكابتن طارق مصطفى. بقول لك ايه يا حميده؟ اتفضل يا كابتن. بالامانه اللي احنا بنعرفها عن كل مراسلينا، مش انت لوحدك يعني. امبارح انا كنا بنقيم اداء جمهور النادي الاهلي، وده اللي يهمنا. ماتش كوره ده يكسب ده يخسر مش قضيه ومش نهايه الكون اطلاق. فجمهور الاهلي امبارح كان اكثر من رائع سلوكيا، روعه روعه روعه، باستثناء 5 دقائق في بدايه الشوط الثاني وجهوا بعض الالفاظ معايا يا حميده، وجهوا بعض الالفاظ غير اللائقه بالنسبه لنادي الزمالك. هل النهارده، واكلمك وتجاوبني بامانه، هل النهارده حصل هتافات جماعيه بشكل او باخر ضد جمهور الاهلي؟ ما حصلش خالص يا كابتن النهارده اي هتافات من جمهور الزمالك ضد جمهور الاهلي تماما. ما حصلش خالص النهارده في المدرجات، ورغم الهزيمه زي ما انا اتكلمت مع حضرتك، رغم هزيمه الزمالك، لكن جمهور الزمالك حيا الكابتن حسام وحيا الكابتن مريم وحيا فريق الزمالك ولاعيبه الزمالك اثناء الخروج، الا قله قليله كده كابتن يعني وجدت بعض الزجاجات على حكم المباراه وهو خارج زي ما قلت لحضرتك. لكن بجد فعلا جمهور الزمالك النهارده لم يوجه اي كلام خارج تماما الى فريق النادي الاهلي. شكرا يا حميد.